تاخذ القرار اللي فيه المصلحه. فكره هذا الاتحاد فكره جيده جدا على مواعيدها وواضحين فيها وواضحين لكل من خطر ودعم ليها الحقيقه. وعايزين الجمعيات دي صوت معبر لكل اقليم فعلا، ومش معناه ان في جمعيه الشرقيه او جمعيه الاسماعيليه انها بتتعارض مع وجود فرع لخروج شركات السياحه في الاقليم. لان مثلا انا لو جبت فرع من الاسكندريه في اسكندريه تحديدا، من الغرف اللي انا لما اخترتها انا ومجلس من المعارف كنا سعداء جدا باختيارها، وتحديدا الناس من الغرف بتؤدي اداء شرق، بس هي اللي بتؤدي. لكن انا بديت كمثال اسكندريه، ومع ذلك فيها نشاط بيأسسه جمعيه. أستاذ أحمد مالنا مثلا بيحارب بقاله سنين طويلة في قضية تسعير الفنادق بره حتى أدى للأسعار الفنادق، دي كارثة مثلا من الكوارث اللي بتتعرض إليها صناعة السياحة في مصر. فيعني لازم تكون الجمعيات دي ذو قرار مؤسس، ذو قرار مؤسس إزاي؟ إن لازم يبقى فيه دورية